سيد البطحاء وأبو السادة العشرة المولى عبد المطلب بن هاشم رضوان الله تعالى عليه. كان عبد المطلب مقرا بالتوحيد، مثبتا للوعيد، تاركا للتقليد، وكان أول من أقام الرفادة والسقاية، وهو أول من جعل باب الكعبة ذهبا خالصا مطعما بالأحجار الكريمة، وكان قد نذر إن رزقه الله عز وجل 10 أولاد ذكور أن يقرب أحدهم لله تعالى، فكان أمره حين رزقه الله إياهم أن قرب أحبهم إليه، وهو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله، حتى افتداه 100 من الإبل. لقد خص الله تعالى هذا الرجل العظيم بشرف كفالة سيد خلقه محمد صلى الله عليه وآله وتولي رعايته والعناية به، فكان نعم الكفيل يوليه أفضل ما يولي الأب ابنه والجد حفيده، ويشمله بأوفر عطفه وحنانه. فعاش رسول الله صلى الله عليه وآله في كنفه عيشة هونت عليه ألم اليتم بعد أن وجد في جده العظيم عبد المطلب عطف الأب وحنان الأم والملاذ الدافئ والأمين الحريص عليه، خاصة بعد أن توسم عبد المطلب في محيا حفيده علامات النبوة ودلائل الرسالة، مما كان يعلمه من أن النبي الذي يظهر في آخر الزمان هو من صلبه. ورغم أن عبد المطلب لم يدرك البعثة الشريفة، إلا أنه كان من الموحدين المؤمنين، فقد جاء في تفسير قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، أي إن آباء النبي صلى الله عليه وآله كلهم موحدون وليس فيهم مشرك بالله تعالى، وهذه من خصائص نبينا الأعظم وكراماته. وكان عبد المطلب يوصي أولاده بصلة الأرحام وإطعام الطعام، ويرغبهم ويرهبهم فعل من يراعي في المتعقب معادا وبعثا ونشورا. لم يفارق عبد المطلب الدنيا حتى هيأ لرسول الله كفيلا وأمينا مخلصا وحصنا وملاذا له، وهو ابنه أبا طالب، وقد أكثر من الوصية فيه، ومما جاء في إحدى وصاياه لابنه أبي طالب: يا ولدي إني مفارقكم عما قريب، فأذهب إلى جوار ربي وغفرانه، وهذا محمد وديعتي، بل وديعة الله عندك يا أبا طالب بحرمة أبوتي عليك، احفظ وصيتي في محمد، اكفله أنت بنفسك ولازم رعايته بشخصك. فقال أبو طالب: والله يا والدي هو عندي أعز من نفسي وولدي، ولأنعمنك عينا إن شاء الله. وهكذا انتقل عبد المطلب إلى جوار ربه وهو مطمئن البال، بعد أن ترك حفيده صلى الله عليه وآله بيد أمينة.